بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل، منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحية لكل مشاهدينا متابعينا الكرام من خلال هذه الانطلاقة في هذا المساء، في هذه التحديات، انطلاقات سباقات الهجن العربية الأصيلة هنا على تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم الذي يعلن انطلاق هذا المساء والخاص بمنافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ التي انطلقت في هذه اللحظة حاملة هذه الفئة، فئة اللقاية، في هذا الانطلاق على مدار 14 شوطا سوف تكون حاضرة في هذه الأمسية الجميلة والمؤكدة للتحديات والمؤكدة للمنافسة على أرضية هذا الميدان. تعلن على بركة الله أول الانطلاقات، ونسير بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء من خلال هذه المسافة الخمسة كيلومترات التي تعلن هذه البداية الأولى. ترحيبنا بسمو شيخ المر بن مكتوم المكتوم المتابع الدائم لانطلاقات رياضات الأصالة، ونسير بالمقدمة نتابع المركز الأول. تبدأ هنا بالصدارة من خلال التحديات شواهين التي تقود المركز الأول لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، تليها في المركز الثاني اندفاعات مذيار في المركز الثاني في هذه المنافسة القوية لتحمل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وأيضا أحمد بن سلطان بن رشيد، بينما المركز الثالث على الجانب الآخر في هذه اللحظة التي تتواصل فيها التحديات. هنا تظهر، يا سلام، سرابة سرابوي سرابة لهجن العاصمة مع حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الرابع، نعود إلى المركز الرابع، نتابع هنا أيضا في المركز الرابع مقاطعة في المركز الرابع في أو مفاوضة تأتي في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سعيد بن راشد بن حمد بن غدير. وهنا تظهر أيضا لحظات الطيارة التي تعلن هذه الانطلاقة هنا في هذه اللحظة لهجن الرئاسة مع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، والمركز الخامس عودة إلى عزيمة في المركز الخامس لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، والمركز السادس هنا تظهر مياسة على المركز السادس لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، أما المركز السابع فمتواصلين ومنطلقين مع وجود سرابة في المركز السابع الهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. هذه هي الأسماء التي تبدأ مشاهدينا الأعزاء من خلال هذه الانطلاقة المميزة التي تحمل هذه البداية الأولى، حيث نسير ونعود إلى المقدمة، نتابع هذه الصدارة، نتابع هذه الانطلاقة، نتابع هذه اللحظات الحاملة لهذه البداية الأولى. يا السلام، شواهين هي المتصدرة، هي المنطلقة، هي المعلنة أيضا لهذا الاندفاع القوي والمثير على الصدارة لهجن العاصفة، تليها مياسة في المركز الثاني من خلال هذه اللحظة أيضا لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. وهناك مفاوضة، مفاوضة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سعيد بن راشد بن حمد بن غدير، وعودة إلى عزيمة في المركز الرابع لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. الطيارة وصلت في المركز الخامس لهجن الرئاسة وبقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيل الذي يطلق العنان لهذا الاندفاع ولهذه التحديات. يا سلام يا سلام يا سلام، أسماؤنا التي تعلن هذا الاندفاع وتعلن هذه اللحظات الجمية المؤكدة لهذه البداية. أشوف المقدمة وأكمل أيضا لحظاتنا، من تدخلت هي مستحيلة في هذه اللحظة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، وهناك أيضا سرابة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير في هذه التحديات. المركز الثامن مياس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد، هذه أسمانة الأولى التي تحمل هذه الانطلاقات والتحديات والمسار. يا سلام يا سلام يا سلام، هي البداية وهي المفاوضة، هي التحديات التي تعلن هذه اللحظات. نعود إلى مقدمة الشوط بشواهد
الشاهين اللي على المركز الأول كما أتابعها في الكادر العلوي هناك تحمل هذه البداية، تليها في المركز الثاني مياسة على المركز الثاني لهجن العاصفة من خلال هذا التواصل وهذا الانطلاق والتدخل، يبدأ بدخول عزيمة، عزيمة للمركز الثالث أيضا لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، والمركز الرابع مفاوضة على المركز الرابع تفاوض في هذه اللحظة وفي هذه المسافة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سعيد بن راشد بن حمد بن غدير، وهنا ظهرت أيضا يا الله 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 مستحيلة وسرابة لهجن العاصفة، دعم قوي للمقدمة والتحديات، والطيارة تعود سادسا لهجن الرئاسة مع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. الله 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 5 كيلو ما شاء الله، ولكن نحن نقترب من 1200. الله 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 خلاص مسافة النهاية، شوفوا بعد هذا النداء كيف تتغير الأمور، كيف تنطلق أيضا في هذه اللحظة إلى المقدمة والبداية حاملة هذه اللحظات الجميلة. الله الله إذا هنا ننطلق مع لحظة التحدي والإثارة في هذا الشوط والصدارة، من بدلت هي عزيمة، عزيمة الفوز والانتصار، عزيمة هذا الشعار الذي دائما يبقى في المقدمة يحتفظ بحقوقه في الرقم 1 هنا في هذا الاندفاع. عزيمة هي عزيمة، كما صارت عزيمة، كما انطلقت عزيمة على المركز الأول أثبتت أنها من الأسماء القادمة أيضا للدخول في عالم الصراع على الكؤوس والتحديات والرموز. ما شاء الله وتبارك الله تنطلق إلى المركز الأول، تليها في المركز الثاني مفاوضة، مفاوضة عندها حتى المتر الأخير حق المفاوضة في هذا الشوط وناموسه، الطيارة تنضم إليها في المركز الثالث أيضا لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. ما شاء الله شوط فيه الواثق، فيه المحنك وأيضا البارع، 3 من الأسماء العملاقة في عالم التحديات والإثارة كما نتابع في هذه اللحظة وهذه الاندفاعات الثانية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بدينا وهي هي المفاوضة، هي التحدي، هي الإثارة، المفاوضة التي تحمل هذا الأداء. تهانينا والناموس من خلال هذا الانطلاق لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا للمحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير على فوز مفاوضة في المركز الأول، الطيارة في المركز الثاني لجن الرئاسة، والمركز الثالث كانت هناك شواهين لهجن العاصفة المركز الرابع، مياسة لهجن العاصفة المركز الخامس، كانت سرابة لهجن العاصفة. يا سلام يا سلام، كل الإثارة هنا حاضرة، والتحدي والانطلاق والمسار كما يشهد هذا الاندفاع. نعود مع التوقيت الزمني، نتابع هنا توقيتنا الزمني مع لحظة انطلاق الشوط الثاني. شوف ما شاء الله عبر كل العدسات، ولكن توقيتنا يذهب هنا 7 دقائق 44 ثانية، 9 من الأجزاء من الثاني هو التوقيت الذي انطلق بمفاوضة في هذا الشوط. يا سلام، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا سعيد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثاني، كان وجود الطيارة على المركز الثاني تهانينا، والناموس لهجن الرئاسة تهانينا، أيضا لعيسى بن أحمد بن مايد الخيلي الذي أطلق عنان هذه الإثارة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. يا سلام، أنطلق مع المركز مع التوقيت 7 دقائق 45 ثانية، 5 من الأجزاء من الثاني، والمركز الثالث من طارت أيضا للمركز الثالث كانت هي شواهين في المركز الثالث، أيضا تهانينا والناموس لهجن العاصفة تهانينا من خلال هذا الانطلاق لحمد بن راشد بن غدير في هذا الفوز 7 دقائق 49 ثانية وجزئين من الثانية. إذن هذه اللحظة وهنا نتابع هذه البداية التي تعلن هذا الانطلاق وتعلن هذه الاندفاعة الثانية في هذه اللحظة في انطلاق ثاني الأشواط، هو الخاص بالإبكار المهجنات الأصايل. اليوم أشواطنا ما شاء الله فيها الأسماء التي تنتظر